السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة وأخبار الثامنة من الأولى في عناوينها: البداية من المركب المنائي والصناعي للجرف الأصفر جنوبي الجديدة، حيث أعطى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقة تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة، وهو المشروع الأول من نوعه في أفريقيا بغلاف قدره 1,235,000,000 درهم. اللايف المباشر من توريفال بفرنسا بباريس تحديدا. هذا الفيديو التضامني مع زميل حميد المهداوي الذي لا زال يقبع في السجن ويحاكم بالقانون الجنائي بدل أن يحاكم بقانون الصحافة كما هو متعارف عليه وطنيا. ويعني نسجل أنه نحن نتضامن مع أسرتي التي لم تقضي عيد الأضحى كما بقية الأسر المغربية، ويعني نطالب السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا ودون أي شروط. إخواني وأخواتي المواطنين، هذا هو الخائن الكبير محمد راضي الليلي، المذيع اللي كان بالتلفزة ديالنا في الأولى واللي كان كيعطي الأخبار في الثامنة مساء كما شفتوا في الأول ديال الفيديو. هذا الخائن الكبير اللي دابا كاين في بفرنسا كما ترون، نسى الخيرات ديال المغرب ونسى السنوات اللي كان كيعيش فيها، كان مذيع بالتلفزة المغربية، كان داك الساعات كان عنده كل شيء مزيان، المغرب مزيان، الملك مزيان، المواطنين مزيانين. ولكن النهار اللي عاقوا به وعرفوه بأنه كيخدم أجندات، يعني كيخدم المخابرات الجزائرية ضد المغرب، وكيخدم يعني للبوليزاريو لصالح بوليزاريو اللي هو كينتمي ليهم، كان كينتمي ليهم متخفي، ولكن ملي ضبطات الدولة المغربية وقفوه عن العمل ومشى لفرنسا واصبح عدو لدود المملكة المغربية وللمغاربية أجمعين، للمغاربة أجمعين. حاولت أهلا بك الفنانة سيليا والناشطة في الحراك في هذا اللقاء مع راضي نيوز اليوم. هانتوما كتشوفوا إخواني وأخواتي فيما كانت شي حاجة اللي يعني كتمس بالمغرب ولا كتجبد فيها المغرب ولا هادي، كتلقاه دابا هو السباق كينصب راسو دابا مذيع ديال كل شيء، لأن بقى بلا شغل ولا دابا مذيع ديال راسو، كيدور في الزناقي وكيكلم من هب ودب بحال هاد الخائنة، هاد الكلبة، هاد الكلبة الكبيرة اللي يلا عملت الإجهاض، هاديك اللي كانت معتقلة وعفى عليها الملك وعمرها ما دلت بكلمة شكر للملك أو للدولة المغربية، عمرها ما شكرت الملك على العفو الملكي اللي جاها، ومع أنكم عارفين ملي خرجت راه كانت حاملة، ودابا راها دارت إجهاض وراها كتعيش يعني عيشة الأعداء. يعني شاهدنا أنك التقيتي مع ناس من خلال عيد الإنسانية، وصلتي ليلة أمس إلى فرنسا، كيف كان شعورك وأنت تحقي يعني طموحك في الحصول أولا على حقك الدستوري اللي هو الجواز ومغادرة المغرب لفرنسا من أجل كيعطيها الوقت كأنها زعما ما نعرف شكون هي هادي، وكيبغيو يخلقوا منها بطلة، كيبغيو يردوا منها ما نعرف شنو، كيبغيو هاد الناس، ما هاد محمد راضي الليلي كيستقطب أعداء كيستقطبهم. هنا دابا غادي نوريكم واحد العدو لدود اللي هو من البوليزاريو، هو باقي صغير يعني عقله باقي صغير، وباقي صغير في السن، ما شاف والو في الصحراء، ما شافش الحقائق ديال الصحراء، ما حضرش على شنو كان كاين واقع في الصحراء، هو يلاه كبر يلاه حل عينيه، يعني ما ماشي مؤهل غير مؤهل باش يحكم ولا باش يدلي بشي رأي.
الا داكشي اللي شاف بعويناته داكشي قليل. دابا كينتكلم كينطلق من داك الشويه اللي عارف بما انه برهوش صحراوي برهوش. العون المحتله اليوم سمعوا تعيش تحت الحصار، مئات سيارات الدفع الرباعي محمله بقوات الجيش نعم يا سيدي، لاننا في حاله حرب وهناك اعداء واعداء، نحن ندافع عن بلدنا وعن وحدة ترابنا. تجه إلى مدينة العون المحتلة وتحاصرها. لا تحاصرها بل تحرسها يا كلب، إنها تحرس أقاليمنا الجنوبية. هكاد جسيمة بالجملة، حصار عسكري أمني غير مسبوق، كأنني أرى غزة أو رام الله للأسف الشديد. تبالغ يا كلب، لأنك ما زلت غير لست مؤهلا كي تحكم أو كي تفرق بين ما كان وبين ما أصبح أو ما بينهما، لأنك لا زلت صغيرا في السن وليست لك التجارب الكافية كي تحكم أو تتكلم عن هذه القضية التي أنني لا أريد أن أقارن بين المنطقتين. ليس هناك نوع من المبالغة؟ لا توجد نعم هناك نوع من المبالغة، لأنه قلبه مليء بالحقد والكراهية، وذلك ما كانوا يفعلون به منذ طفولته منذ نعومة أنامله، وهم يشحنونه بالكره للمغرب وبالغل والحقد تجاه المغرب وتجاه المغاربة، فما عسانا ننتظر من كلب مثل هذا؟ أي مبالغة عندما يكون المنتظم الدولي هو الشاهد على ما أقول، عندما تكون المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان منها العفو الدولية تؤكد على أن المغرب بالفعل يرتكب جرائم ضد الإنسانية. أما بخصوص زيارة ملك المغرب فأنا أظن على أنها استفزازية وغير. لماذا استفزازية يا كلب؟ الملك حر في مملكته وله الحرية أن يذهب ويصول ويجول كما يشاء في مملكته، إنه في أرضه إنه في ترابه، وله الحق الكامل في أن كما قلت لك في أن يصول ويجول شرقا وغربا شمالا وجنوبا أي في أي منطقة شاء يذهب إليها مقبولة. وإن كنت يعني غير مقبولة عند الذين هم مثلك، عند الذين هم حقودون ويحملون الغل، فترى كيف فعلت وكيف فكرت فرانس 24 حتى يعني تستضيف طفل صغير ومراهق لتكلمه عن مسائل كبيرة عنه ولا دراية له بها، وغير مؤهل وغير قدير كي يتكلم في قضايا مثل هذه، فكان بالأحرى أن تكلميه على ثمن يعني سبردينة أو ثمن التيشيرت شحال كيدير او ثمن جيل او ثمن ديال البارفان او مثل هذا. اما ان تستضيفي مثل هذا ليتكلم في قضية يعني في قضية لم يجد لها حل الكبار، فكيف يجد لها الحل كليب صغير جرو صغير ينبح حتى نباحه؟ اسمعوا كيف هو. متابعين الأحداث تباعا، هناك تضارب، ملك المغرب كان سيصل يوم الخميس فأجل الزيارة إلى اليوم، وهذا نعم له الحرية، وإذا أراد أن يؤجلها 10 أيام أو شهر أو سنة فما لكم أنتم؟ فالملك يفعل ما يريد في مملكته، يذهب أينما شاء ووقت ما شاء ومعن ما شاء.
مرتبط بأن المنتظم الدولي وخاصة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي وضح صراحة على أن هذا أصبح غير مقبول وعلى أنه لا بد أن نتجه إلى مفاوضات حقيقية. فذلك معروف فيكم، فأنتم لا يبرز على قلوبكم إلا مثل تلك الجمل التافهة. تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. أي شعب صحراوي؟ الشعب الصحراوي يعيش في صحرائه في المغرب، الصحراء المغربية. نعم، هذوك هما صحراوة الذين يعيشون في العيون، في سمارة، في بوجدور، في الدخلة، في الطاح، في طرفايا، في يعني في أو سرد، في بكراع، في يعني في أي مكان في الأقاليم من الجنوبية. وأنا أتكلم معك من منطلق على أني عشت في الصحراء أكثر من 20 سنة، وأعرف القضية تماما، ولأني كنت من الأولين الذين دخلوا الصحراء في سنة 1900، في أوائل 1976، فحضرت على كل ما وقع في أقاليمنا الجنوبية من حروب، وكل ما كان يقع كنت أعرف على اطلاع به. فتجيء أنت يا ابن البارحة الذي ازددت ربما 20 سنة عندك أو 25، فكنت أنا في صحرائي أزول وأصول وأعرف عنها ما لا تعرفه.